مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أمطار رعدية غزيرة في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، أيضا هناك امتداد لفرص الأمطار نحو الطائف، وأيضا الطقس بشكل عام أجواء حارة. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي توضح أماكن حدوث الهطول. نلاحظ أن الأمطار ستسقط في المناطق الجنوبية الغربية من المملكة، أحيانا ستكون غزيرة في منطقة نجران وأبها وتؤدي إلى ارتفاع منسوب المياه، وأيضا بيستمر هطول الأمطار خلال الأيام القليلة القادمة في المنطقة الجنوبية وبالذات المنطقة الجنوبية الغربية. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، نتوقع أجواء حارة نسبيا إلى حارة في الرياض، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 33 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، أجواء حارة بشكل عام يوم الأحد، الحرارة العظمى المتوقعة 45 درجة مئوية، والأجواء أثناء الليل حارة نسبيا إلى حارة، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة في الرياض 35 درجة مئوية. يوم الاثنين أيضا أجواء حارة بالنهار، ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 45 درجة مئوي، وأجواء حارة نسبيا إلى حارة أثناء الليل، والصغرى المتوقعة 34 درجة مئوية. يوم الثلاثاء أجواء حارة مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة، العظمى المتوقعة في الرياض 43 درجة مئوي، وأجواء حارة نسبيا أثناء الليل، والصغرى المتوقعة 33 درجة مئوي. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة فهي بالشكل التالي: سكاك العظمى 42 والصغرى 30، تبوك العظمى 39 والصغرى 26، عرعر 41 إلى 28 درجة مئوية. المناطق الغربية أجواء حارة في المدينة المنورة 45 إلى 34، جدة 37 إلى 32 مع رطوبة عالية وتزيد من الشعور والإحساس بالدرجات الحرارة، بحيث نشعر أو يشعر الإنسان أن درجة الحرارة أكثر مما هي عليه، درجة حرارة الشعور بتكون أكثر من درجة الحرارة الحقيقية. مكة المكرمة أجواء حارة 41-30، الطائف أجواء غائمة جزئيا مع احتمال سقوط زخات رعدية من المطر 35-26، المناطق الجنوبية الغربية أجواء غائمة جزئيا مع سقوط زخات رعدية من المطر، الباحة 27-21، جزان 34-30، أبها 30 إلى 28 درجة مئوي. المنطقة الشرقية أجواء حارة، الدمام 44-34، حفر الباطن حارة إلى شديدة الحرارة 45 إلى 31، الإحساء أجواء شديدة الحرارة 46 إلى 33 درجة مئوية. والمنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة، حائل 44-26، بريدة 46 إلى 31، والرياض 45 إلى 35 درجة مئوية مع أجواء حارة. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ونترككم في أمان الله.